أنا في جناح دار الأوطان بالصالون الدولي للكتاب لعرض مجموعة الشعرية الثانية توأم البوح مع البيع بالإهداء. المجموعة الشعرية تعالج في جلها طهر المرأة السامقة إلى سماء الصفاء. هذه المرأة المريمية العذراء هي متمحورة أو متمركزة في مجموعة بين قصائد من الشعر العمودي وقصائد من الشعر التفعيلي. شكرا لدار الأوطان وشكرا لرحلة ثقافية شلفية التي رافقتني من هناك إلى هنا لتتبع هذا الحدث الأدبي المهم. جمهورية الحبر عن دار النشر الجامعي الجديد في 50 مقال طرحت عددا من القضايا الهامة في المجتمع، الثقافة وحتى في السياسة، أودعتها نوعا من الوجع، كثيرا من البحث عن الوعي، بغية الوصول إلى وجهات نظر مختلفة لقضايا ربما كنا نتطرق إليها بنمطية ما. جمهورية الحبر هي مساحتكم للتعبير ربما عن آراء أخرى والبحث عن الفكرة الأصيلة. قصيدة تبحث عن أنثى في 23 قصيدة بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة والشعر الحر. أردت أن أغوص في بحر الأنثى، بحر تلك المرأة التي نقدسها، نحترمها، نعشقها ونبحث عنها. قصيدة تبحث عن أنثى، ديوان شعري لي صادر عن دار النشر الجامعي الجديد، يلقاكم في هذه النسخة من معرض الكتاب الدولي في الجزائر العاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم بالصالون الدولي للكتاب، والزميل المبدع كما عرفناه الأستاذ معمر عيساني أصدر كتابين، قصيدة تبحث عن أنثى وجمهورية حبر. كما تعودنا من الأستاذ معمر عيساني دائما هاته الخرجات سواء في ميدان الشعر أو في الميدان الاجتماعي أو في ميدان السياسة. كتاب جمهورية حبر هو عبارة عن مجموعة من المقالات تناول فيها كل المواضيع التي تهم هذا العصر، وقصيدة تبحث عن أنثى فيها الشعر العمودي والشعر الحر أو شعر التفعيلة. إذن هو مزيج ما بين الاجتماع والسياسة والشعر والأدب. مبارك عليك أخي معمر عيساني هذا الإصدار، والعاقبة لنجاحات أخرى إن شاء الله تعالى. كذبتي وصدقت قارئة الفنجان هو إصداري الثاني الصادر عن دار القدس العربي بعد أواصر بين المشاعر والخواطر. الرواية عالجت فيها بالدرجة الأولى موضوع الإعاقة، كما تطرقت إلى مواضيع أخرى على غرار الوطن والغربة، الهجران والمحبة. والبطل نفسه وكان راوي القصة وفتاة تاه في غرامها، ارتسمت في الوطن وارتسم فيها الوطن. والتفاصيل الباقية أتركها للقارئ يطلع عليه. هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي، أقدم لكم كتابي شتاء واحد لا يكفي. هو أول عمل لي، هو عبارة عن مجموعة من الخواطر جربت فيها أن يكون قلمي صوتا للقلوب التي أخرستها الظروف الصعبة، القلوب المتألمة التي لا تستطيع التعبير. أتمنى أن أكون وفقت في ذلك. هو مجموعة من الخواطر المتنوعة، يمكن لكل شخص فينا أن يجد فيها ما يحتويه، ما يعبر عنه، متنوعة بين كل مجالات الحياة، فيها من الحزن، فيها من الأمل، فيها من الفرح، ما يكفي لتسعد كل من تلامس قلبه هذه الحروف إن شاء الله. أتمنى أن تصل كلماتي إلى قلوبكم. دمتم أوفياء
إن شاء الله ترقبوني في أعمال أخرى قريبة جدا. خلفيات حب هي أول موروث أدبي لي يعكس عن ما خلف الستائر لقصة حب حقيقية بملامسات أضفتها لتعطي بعضا من النكهة لها. خلفيات حب تكشف عن ما وراء الستائر لعلاقة صداقة، تلك العلاقات التي أصبحت تطغى على المجتمع من كون كل إنسان يحب أن يكون إنسانا ذو شهرة، ولكن اتسع الأفق إلى غاية أننا نسينا بأن مثل هذه العلاقات سيكون لها مردود سلبي أكثر من هو إيجابي. معكم جرزو فاطمة صاحبة كتاب خواطر قلبي، وهو مجموعة من الخواطر يتكون من سلسلة من الأجزاء المتتالية تهدف إلى ترقية النفس من دنس بعض الأفكار السلبية. للأسف لم أستطع المشاركة في معرض الكتاب الدولي لأن كتابي طبع في تركيا ودار النشر لم تشارك في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة. بالنسبة لميزات الكتابي، تم تقديم كتابي من قبل الكاتب الروائي السوري محمد بن يوسف كرازون، يتكون من 13 خاطرة تتحدث عن تجربتي الشخصية. ألفت كتابي في عمر يناهز 14-15 سنة، بعد 6 سنوات تم طبع كتابي، والذي يهدف إلى ترقية النفس من دنس بعض الأفكار السلبية ويرتقي بها نحو الأفضل نحو الأحلى.